بعد جائحة الكورونا كل الدول صارت تصدر قوانين بتخص مطاراتها. مثلا في دول بتفرض بالمطار عندهم انه تكون عامل بي سي ار وفيك تدخل الدولة مباشرة. دول تانية بتفرض البي سي ار بالإضافة للحجر الصحي وعدم مغادرة المكان. هذا الشيء بيختلف حسب انتشار المرض بالدولة والتقارير اللي بتنشرها منظمة الصحة العالمية اللي بتحذر احيانا من انك تكون بدولة معينة لزيادة الحالات فيها. المغنية الإماراتية أحلام الشامسي نزلت فيديو على حسابها بسناب شات كانت عم تحكي فيه عن وصولها للكويت بطيارتها الخاصة وأنه طلع قرار حجرها لمدة 3 أيام بعد ما كان عندها حفل زفاف. أحلام كانت عم تستنكر أنه كيف حجروها وما حجروا المغني القطري فهد الكباسي اللي كمان كان جاي بطيارة عادية وما حجروا. خلنا نشوف مع بعض. وإلى سمو ولي العهد مش على الأحمد الله يحفظهم، ليش أنا أحلام الإماراتية أنحجز وأنحجر 3 أيام في حين أن معايا في نفس اليوم وصل فنان فهد الكبيسي وقادر ثاني يوم؟ ليش؟ وعلى فكرة أنا انحجرت في فندقي وما غادرت، فهد كان ساكن في أوتيل ثاني وراح خلص الزواج ورجع غادر. ليش؟ بعض الناس شافت انه فعلا ليش هاي التفرقة، فنان بينحجر والتاني ما بينحجر، وبعض الناس شافوا انه مو مناسب تناشدي امير. المغني فهد الكباسي طلع بفيديو بعد فيديو احلام لحتى يفسر الموقف. خلونا نشوف مع بعض. مساكم الله بالخير جميعا، اكيد الكل شاف الفيديو اللي نزلته الفنانة العزيزة والغالية احلام، وما بيني وبينها لك الخير. اللي صار بالضبط اني انا وصلت الكويت، اطلبوا مني شهادة التطعيم وشهادة البي سي ار، اختموا لي جوازي ودخلت. يوم دخلت الكويت سويت بي سي ار في الكويت قبل الزواج، وبعد ذلك رحت الزواج وخلصت وطلعت من الكويت، اختموا لي جوازي وسافرت بكل بساطة. يعني ما كان في أي شيء آخر، يعني على فالي وصلت الكويت وسويت كل الترتيبات هذه فمثل ما شرحت لكم. فبالتالي الموضوع أبسط مما تتخيلون، يعني كلنا يعني الكويت بلادي وقطر بلادي والخليج كله بلادي وكلنا واحد، والله إن شاء الله يعني يخلصنا من هذه الجائحة على خير ترجع الحياة كما كانت وأفضل. شكرا. من التعليقات اللي إجت على هاي القصة كانت من الشاعرة والإعلامية الكويتية فجر السعيد اللي قالت باختصار: لمن لا يريد أن يفهم لا يجوز وفق القانون الكويتي مناشدة سيدي صاحب السمو، والمناشدة تكون للوزراء لأنه صاحب السمو وفقاً للدستور يمارس صلاحياته من خلال وزرائه، ولأنه ذاته لا تمس فالمخاطبة أو المناشدة تكون للوزراء كلهم باختصاصه. تعليق آخر بيقول: كلامه في منطق، شو يعني فهد الكباسي رجع قطر بعد ما خلص العرس وأحلام خلوها حجر 3 أيام مع أنه جاية بطيارتها الخاصة وفهد بطيارة عامة مو خاصة، يعني بعد ما يصير التفرقة. أما إبراهيم فعم بيقول: وضحوا قوانينكم وطبقوها على جميع أطياف المجتمع، فهذا إن دل يدل على ضعف بالرقابة وضعف في تطبيق القوانين، لا حسيب ولا رقيب. تعليق آخر بيقول: أولاً شو المقصود بكلامك أنا أحلام الشامسي وفهد الكباسي القطري؟ ندري ما يحتاج، ما في داعي الفتنة وكلنا واحد وما في فرق، ما بيصير تحكي المقام السامي بهي الطريقة، وإن شاء الله ما بيفضالك ويشوف الحجر. كلمي الجهة المختصة بالموضوع والقانون فوق الجميع. تعليق آخر بيقول: يعني أحلام فوق القانون مثلا؟ اقرأ البيان عدل بس، سواء أحلام أو المطرب الثاني أي شخص خالف القانون راح يتحاسب بدون تفرقة. إذا خروج المطرب الثاني تم بتسهيل من موظفين أيضا راح يحاسبون حسب ما يثبت بالتحقيق. لو كويتي يخالف القانون بأي دولة بالخليج يطبق عليه القانون والعكس صحيح.